الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة والأخوات، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقبل العيد، أقبل العيد السعيد، فحري بنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، نشكر رب العالمين سبحانه وتعالى الذي سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، فندعو الله في هذه الأيام في العيد السعيد أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من المقبولين. أقبل العيد السعيد، فكيف كان العيد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مدينة محمد صلى الله عليه وسلم تعج بالفرح والسرور في عيد السعيد، عيد المسلمين. تروي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينتهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء صلاة العيد ويهنئ المسلمين والصحابة بقدوم العيد، يرجع النبي إلى بيته صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي، أي في البيت، دخل البيت، دخل حجراته صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بجاريتان تغنيان، جاريتان طفلتان تغنيان أي تنشدان. نعم، دخل النبي على عائشة رضي الله عنها فإذا بالجاريتان تغنيان في يوم العيد، تغنيان وتنشدان بالفرح والسرور وبالأعياد وبمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: اضطجع نبي الله صلى الله عليه وسلم، اضطجع صلى الله عليه وسلم وحول وجهه صلى الله عليه وسلم. بعد لحظات جاء أبوها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، دخل على عائشة رضي الله عنها والجاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: يا عائشة، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، وهذا هو عيدنا، عيد المسلمين، دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا نحن المسلمين. وفي رواية: يا أبا بكر، ليعلموا أن في الإسلام في ديننا فسحة، وإنني أرسلت بحنفية سمحة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وتكمل عائشة رضي الله عنها في العيد السعيد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول أمنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصبيان عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند حجرات بيت النبي صلى الله عليه وسلم السودان الأحباش يلعبون، يلعبون بالحراب وغيرها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إما إني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين، أتشتهين أن تنظري إليهم، للصبيان،
للأبناء للأطفال وهم يلعبون وهم فرحين بهذا العيد السعيد؟ فقلت نعم. فقومني صلى الله عليه وسلم خلفي، تقول أمنا، فقومني صلى الله عليه وسلم خلفي ووضع خده بخدي، ونحن نرى الأطفال وهم فرحون بهذا العيد السعيد. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، نبينا صلى الله عليه وسلم انظروا كيف يتعامل مع زوجاته في بيته في العيد السعيد صلى الله عليه وسلم. وتروي لنا أمنا كذلك في صباح يوم العيد، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيته في حجرته صلى الله عليه وسلم، فإذا بصوت الصبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حبيبي صلى الله عليه وسلم حبشية تتمايل وتلعب، حبشية بنت طفلة صغيرة تلعب وتتمايل وحولها الأطفال يلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: أتريدين أن تنظري إليهم يا عائشة؟ وهو فرح صلى الله عليه وسلم، فرح بفرحهم عليه الصلاة والسلام، أتريدين أن تنظري إليهم يا عائشة؟ فجاءت عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الصبيان وهم يلعبون، الأطفال وهم يلعبون ويقنون وينشدون أناشيد بعضها لا يعرف معناها، كما ذكر أنس بن مالك في حديث الذي رواه ابن حبان رضي الله عن أنس بن مالك عندما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم ماذا يقولون هؤلاء الأحباش وهم ينشدون، ماذا يقولون؟ قيل له: يقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يوم العيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. استدل العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم العيد يوم السرور ويوم البهجة ويوم الفرح، يوم لبس لباس الجديد ويوم التطيب ويوم التزين، هذا كله في يوم العيد. وأيضا استدلوا على العمل المباح في يوم العيد، نعم نعمل الأمور المباحة ونفرح مع أبنائنا وأزواجنا ونبتعد عن الحرام في أيام العيد وغيرها. والأمر الثالث أيها الإخوة والأخوات، وهو كيف كان معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته مع أهل بيته، كيف كان يعيش معهم في أيام العيد، ماذا يعمل عليه الصلاة والسلام مع أمنا عائشة صلى الله عليه وسلم، وكيف كان في بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نفرح مع الصبيان الأطفال وهم يفرحون وهم ينشدون وهم يعيشون أيام الفرح، كيف نعيش معهم. فلذلك رسالة إلى الآباء، رسالة إلى الأمهات في هذه الأيام أيام العيد السعيد، أن نجلس مع أبنائنا ونفرح معهم ونفعل البرامج والمسابقات، وخصوصا في هذه الأيام ونحن في البيوت، ولله الحمد والمنة على الأمن والأمان في البيوت منعمين، نستطيع أن نفعل مثل هذه البرامج وأن يكون رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، العيد السعيد فرصة لصلة الأرحام والتواصل مع من نحب والتواصل مع الجيران، العيد السعيد فرصة لنتغاضى عمن ظلمنا، لنتغاضى عمن أساء لنا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل صلى الله عليه وسلم: أي أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: مقبون القلب
صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فمن هو مقبون القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا في الصيام والقيام، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون كل أيامنا أيام عيد وفرح وسرور. هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات المشاهدين لا ننسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم في البيوت منعمين في العيد السعيد، ولنا إخوة على أمن وأمان البلاد قائمين، ولنا إخوة في المستشفيات لأمننا وأماننا وصحتنا قائمين. نعم يجب أن نشكر هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم، الطاقم الطبي، الجيش الأبيض، الأطباء، الممرضين، القائمين على المستشفيات، فريق البحرين، جميعهم يجب أن نشكرهم وندعو لهم في هذه الأيام نحن مع أبنائنا في البيوت وهم على الحدود وفي المستشفيات لأمن البحرين وأمانها جالسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يوفق قيادتنا وأن يحفظ أمننا وإيماننا وأن يديم الأمن والأمان على مملكة البحرين. اللهم تقبل ما قدمنا في رمضان من صيام وقيام وختم للقرآن. اللهم اجعلنا ممن عتقت رقبته في رمضان يا ذا الجلال والإكرام. نسأله أن يعود علينا وعليكم رمضان مرات ومرات كثيرة وأزمنة طويلة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.